قلب الصحراء بدأنا هنا، وكانت نهضتنا مختلفة، نهضة ملؤها الحياة والإنسانية والتقدم. ولأننا نعرف قيمة الحياة، فقد أولينا البيئة جل اهتمامنا، ولذا تطورت البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وواكبت المعايير العالمية الحديثة في الكفاءة والجودة. وفي ظل هذه المسيرة المتقدمة، كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة رائداً في النهضة الشاملة، إذ تمكنت من تعزيز صداقتها للبيئة في مختلف مشاريعها وفي مبانيها. ومن أبرز ملامح نهضتها تحولها للمباني الخضراء، المباني التي تعزز الصداقة بالحياة والبيئة وتجعل المجتمع أفضل. فالمباني الخضراء مصممة وفق كفاءة بيئية عالية، وذلك باستخدام الموارد طيلة دورة حياة البناء لتكون مستدامة ذات أداء عالٍ، وذلك بالمعايير العالمية للمباني الخضراء التي تتمثل في استخدام المواد المعاد تدويرها في العزل والبناء، إضافة لاستخدام الأجهزة والمعدات ذات التدفق المنخفض للمياه والطاقة. وقد قامت الوزارة برفع كفاءة التبريد داخل مباني الوزارة لتخزين البرودة وقت الراحة، ثم دخولها في الحمل وقت الذروة، ولتوفير نصف الحمل من الكهرباء، وذلك من خلال استخدام خزانات الثلج. وكذلك جهزت الوزارة مبناها بالنموذج الأمثل لتحقيق رؤيتها في ترشيد الاستهلاك وتحسين الجودة، حيث يتم من خلال محطة مياه الرمادية ري المزروعات في أروقة المبنى، إذ توفر هذه المحطة 150 متراً مكعباً من المياه يومياً، وتعمل على تنقية مياه الوضوء والغسيل للأحواض وتغذية خزانات الطرد في دورات المياه. بينما كان لنظام الري المرتبط بمحطة الطقس بالموقع حضور مركزي لاختيار أنسب الأوقات في الري، بما سيوفر استهلاك المياه. أما على مستوى النظم المستخدمة في إدارة مباني الوزارة، فيتحكم نظام BMS في جميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية الموجودة بالمبنى من خلال شبكة تربط بين جميع الأنظمة لضمان جودة التشغيل ومتابعة الأعطال بشكل مستمر. وكذلك فمبنى الوزارة مجهز بمركز بيانات متقدم يضم 30 كابنة بيانات على أحدث الأنظمة العالمية. والمبنى مجهز كذلك بنظام IB System، وهي شبكة بيانات داخلية متطورة بنظام IB لعدد 2600 نقطة بيانات، تكفل جميع الأنظمة الموجودة في المبنى، وتربط المبنى الجديد بجميع فروع الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة عن طريق مركز البيانات الرئيسي بالمبنى الجديد. ولأن تكامل التصميم ميزة في المباني الخضراء، فقد صمم المبنى على الترشيد الكامل للطاقة عن طريق نظام التحكم في إنارة المباني والموقع العام، لتوفير ما نسبته 75% من جميع أحمال الإنارة الموجودة بالموقع من خلال برنامج الإنارة المصمم للمباني، واستبدال جميع كشافات الفورسنت بالمبنى بكشافات ليد. إن المباني الخضراء تبعث الراحة والأمان والجودة، بما ينعكس ذلك مباشرة على بيئة العمل من تحفيز للموظفين وتحسين للأداء على كافة المستويات. هذه المباني الحديثة رهان المستقبل تفخر بها وزارة البيئة والمياه والزراعة.